السلام عليكم، معكم هبة بوزكرن من مدينة بوزنيقة. مرحبا بكم في مؤسستنا. يشرفنا نحن تلاميذ وتلميذات مدارس طاليس الدولية أن نوجه إلى كل نساء العالم بأجمل التهاني والتقدير بمناسبة عيد المرأة 8 مارس، وهي مناسبة لنرفع القبعة عاليا لأستاذاتنا اللواتي يسهرن من أجل تربيتنا وتعليمنا، ولأمهاتنا اللواتي نكن لهن كل الحب والتقدير. وبهذه المناسبة جهزت مدرستنا طاليس الدولية لقاء ثقافيا حضر له مجموعة من المشاهير والشخصيات الكبار مثل مكسيكو 70 والغزواني. ومرحبا بكم مرة ثانية في مدرستنا.